هل تتوقف الطفرات؟ لا، أنا عندي طفرة تانية في مجال التعليم العالي، الجامعات يعني، في سينا بقى، بما إني بكلمك على سينا، أنا كل شغل. طيب، معانا في إطار هذا الحديث عن الطفرات في التعليم العالي دكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة قناة السويس. أهلا بيك يا دكتور أشرف. اهلا بيك يا استاذ. ازاي الصحة؟ وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. دكتور أشرف، كنا بنتكلم أن هناك طفرة في مجال التعليم العالي، وخصوصا أن أنا أستطيع الجزم بأن إحنا جزء من هذه الطفرة، أن إحنا أصبح في عندنا تقييم دولي وتصنيف دولي لأكثر من حوالي 21 جامعة مصرية، وما كانش عندنا هذا العدد في إطار التصنيفات الدولية. كيف يرى أكاديمي كبير وبارز دكتور أشرف حنيجل، الرئيس لجامعة من كبريات جامعاتنا، هذه الطفرة في مجال التعليم العالي في مصر؟ الحقيقة أستاذ يوسف، مصر ارتفع تصنيفاتها لتصنيف 28 جامعة مصرية على الأقل، 28 من بين أفضل جامعات العالم وفقا لتصنيف الكيو اس. حلو. بالإضافة لأن في 14 جامعة حاليا نظام شامل للمساعدات المالية للطلاب من خلال مزيج من المنح الدراسية القائمة على الاحتياجات. في العشر سنوات الأخيرة الدولة المصرية الحقيقة خدت خطوات عديدة لتطوير قطاع التعليم الجامعي، الارتقاء من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات، وإدخال تخصصات جديدة ومتنوعة بتواكب متطلبات سوق العمل محليا ودوليا. بالإضافة لده جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، وربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحث. حلو جدا. الحقيقة أنا هكلم حضرتك على جامعة السويس. جامعة السويس عارف حضرتك اللي هي انفصلت عن جامعة قناة السويس سنة 2012، وطبعا في إطار رؤية مصر 2030 بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بتشمل تنمية شبه جزيرة سيناء، جامعة السويس الحقيقة بتسميم كبير من مجهودات الدولة بادرت بإنشاء فرع لها في مدينة أبورديس بجنوب سيناء، وده لخدمة أبناء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن، حيث تم تخصيص مساحة 100 فدان في مدينة أبورديس في محافظة جنوب سيناء لإنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس. وزي ما حضرتك عارف ان هذه الأطرة مستقبلا هتكون نواة لجامعة جنوب سيناء، ودي اول جامعة حكومية تكون في محافظة جنوب سيناء. طبعا ده من اجل خدمة اهالي تلك البقعة الغالية من ارض الوطن. هكلم حضرتك ان ال 100 فدان اللي تم تخصيصهم لفرع جامعة السويس بجنوب سيناء بتشمل 17 كلية متنوعة وبها تخصصات حديثة، كمان في مجمع طب متكامل بفرع الجامعة بأبورديس. عايز أقول لحضرتك إن إحنا إن شاء الله انتهينا من المرحلة الأولى في الإنشاءات الخرسانية والمباني. المرحلة الأولى كلفت حوالي 1,300,000,000 جنيه، وبتضم كليات العلوم والتجارة والآداب والتربية. واحنا يعني بقول لحضرتك خبر كويس ان شاء الله قريبا في ضخ مالي للتشطيبات، اللي احنا بنامل ان احنا ان شاء الله نبدا العام الدراسي القادم دراسه في أبورديس في جنوب سيناء. ده خبر هايل وخبر عظيم، ونشكرك ان حضرتك اختصتنا بيه كمان يا دكتور. يعني يمكن النهارده كان في مؤتمر كمان عايز اقول لحضرتك. اتفضل. ان المحافظه طبعا محافظه جنوب سيناء بقياده اللواء قان حرب الدكتور خالد فوده، الحقيقه بيسعى جاهدا وبيسعى سعي كبير جدا انه بيعمل وحدات سكنيه تواكب افتتاح هذه الكليات، وان شاء الله يعني قريبا جدا هتتواكب مع افتتاح هذه الكليات في بدء الدراسة العام القادم إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. أشكرك جدا يا دكتور أشرف، نورتنا وشرفتنا، وكل عام وحضرتك بخير. دكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، نورتنا فندم.